انا اسمي وجيه محمد عبد الكريم، سواق تاكسي بقالي 15 سنه، ودي الشغله الاساسيه بالنسبه لي. يعني طبعا في ناس كتيره قوي بتطلع بالنسبه لعربيات ملاكي، وبتطلع مثلا بتضايقنا مثلا في الشارع، وطبعا مشاكل معاهم، فطبعا الشغل بتبقى العمليه مثلا مريحه، فتلاقي مثلا برازيك في اكل عيشك. احنا ناس مثلا اصحاب عربيات، بندفع ضرائب، بندفع تامينات، بندفع وبندفع وبندفع، فبتلاقي العربيات دي برضك هي ملاكي وترخيصها كل حتى للسنين. احنا بنرخص كل سنه، بندفع مؤسسه، بندفع ضرائب، بندفع تامينات، بندفع الكلام ده كله. فطبعا وفي شركات خاصه مثلا زي شركه كريم مثلا، وبعض الشركات التانية دي اللي هي شغاله بالملاكي. فالناس طبعا عايزه تعمل مثلا تقف عند جامع مصطفى محمود، يعني نظام زهره سلميه، بس يعني بعض مطالب مثلا ان العربيات البيضاء الملاكي ما تشتغلش معانا. فطبعا اللي تمسك في حاجه زي كده طبعا ان هم يحاولوا ان هم يعاقبوه مثلا، تغيير لون العربيه نفسها، يحرموه مثلا من الرخصه نفسها. فدي طبعا دي اكل عيشنا ومعناش اللي هي او شغلتنا الاساسيه، يعني احنا ولا موظفين ولا الكلام ده كله. وبدا عباس تجيب الملاكي والشركات بتاعت كريم برضك، وده كلنا يعني الناس دي العربيه دي فاتحه بيت واثنين وثلاثه. وتلاقي مثلا اصحاب العربيات في نفس الوقت عليهم اقساط، قسط كاوتش، قسط عربيه، نظام بنك. فالناس كلها برضك تعبانه، والشغل طبعا ازدحام البلد والبلد زحمه. فالواحد مثلا بيحاول ان هو مثلا يجيب الورديه بالعافيه، لو مشوار مثلا بعيد مثلا زي مدينه الشروق، زي مثلا سفر، فده طبعا لازم دي تقاول فيه، لان كده كده الواحد بيروح وبيرجع فاضي. فما ينفعش طبعا اللي هو مثلا يروح مثلا اسكندريه ويرجع فاضي. طبعا بيحاول مثلا اللي هو ياخد مثلا بنديره اعلى في سبيل برضك تعوض معاه المشوار وهو راجع يعني. فالعداد ليه مميزات وله عيوب. في زبون يقول لك لا انا العداد مش عايز عداد، وفي زبون يقول لك لا انا عاوز العداد، وزي ما يعمل العداد انا هدي لك. فطبعا في طبعا بالنسبه للعداد حلو للزحمه، لان ممكن تقول لي مثلا مشوار مثلا اديك مشوار 10 جنيه. فمثلا تاخد ال 10 جنيه مثلا ممكن تقعد مثلا ساعتين مثلا على كوبري اكتوبر مثلا وانت رايح مثلا ايه وسط البلد مثلا. فالعداد طبعا بيديك اكتر من كده كمان يعني. فالعداد طبعا في الوقت ده احسن في الزحمه دي. كل واحد حسب ما بيحب يعني. التاكسي الابيض طبعا ما فيهوش الاسود، ما فيهوش عداد، فكله بيتقاول يعني، يقول لك اخد في المشوار ده 20 جنيه، اخد 30 جنيه، اخد 40 جنيه. والله انا طلعت شغلتي دي، طلعت لقيت نفسي سواق فاشتغلتها. تقف في اي وقت، تمشي في اي وقت، زبون يعجبك تركبيه، ما يعجبش ما تركبوش. وشغلانه حره يعني، شغلانه نظيفه نزيهه يعني، ما اعرفش اعمل حاجه غيرها.